مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بأفضل حال. هنعمل مع بعض مشروبات القهوة المتلجة بالظبط زي ما بتتقدم في الكافيهات، زي الايس موكا والدلجونة كافيه، حاجة كده لذيذة ومنعشة وبتصحصحنا في نفس الوقت. الفيديو ده هيكون حلو قوي للناس المتيمة ومغرمة بالقهوة والنسكافيه، بس طبعا ما بتقدرش تشرب كتير عشان خاطر حرارة الصيف. تابع معايا الفيديو عشان اقولك كل طرق المشروبات دي. لو عجبك الفيديو اعملي لايك، وياريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل اشعارات القناة. اول مشروب عندي هيكون الدلجونة كافيه، حاجة كده كانت ترند ومشهورة قوي في الفترة الاخيرة. هنجيب كميات متساوية من يعني معلقتين صغيرين من بودرة النسكافيه والسكر ومعلقتين مية صغيرين. هجيب الخلاط عندي وهحط النسكافيه والسكر والمية وهضربهم كويس في الخلاط او بالمضرب، بس طبعا بالمضرب اليدوي هياخد وقت كتير قوي، فانا فضلت اعملهم بالمضرب الكهرباء. هفضل اضرب كتير لحد ما شكل النسكافيه يفتح خالص ويديني قوام الكريمة المخفوقة. تقدري تعملي كمية كبيرة من المزيج ده وتحطيه في الفريزر، وقت ما تحبي تشربي المشروب ده تطلعي على طول من الفريزر وتحطي على اللبن. احنا بنعمل كده رغوة النسكافيه. هجيب بقى الكوباية اللي هقدم فيها وحط مكعبات من التلج، عندي لبن متلج، لبن ساقع متلج، وهحط هنا السكر. السكر هنا على حسب المذاق، ممكن ما تحطيش السكر خالص، على حسب انت بتحبي سكرك ايه. وهضيف بقى الرغوة، اول معلقة هقلبها بس كده شوية مع اللبن، وكمل بقى بقية رغوة النسكافيه. حاجة كده شكلها شيك قوي وطعمه جميل جدا. تاني مشروب عندي هو الكراميل فرابتشينو. ده عبارة عن صوص الكراميل، واحنا عملناه مع بعض قبل كده وهنزله لكم في علامة الاي اللي هتظهر فوق، وهحطه لكم في صندوق الوصف. هجيب مكعبات التلج واحطها في خلاط عندي واحط عليها صوص الكراميل ومعلقة من بودرة النسكافيه. انا هنا مش هحط سكر خالص وهكتفي بالسكر اللي في الكراميل، وهحط اللبن متلج وهضرب بقى بالمضرب. تمام كده. نجيب بقى الكوباية اللي هنقدم فيها ونعمل شوية حركات كده بالصوص. شايفين الكرم اللي هو نازل كده؟ شكله الصراحة مغري جدا. ونصب بقى المشروب بتاعنا، طعمه حلو قوي المشروب ده.
لو عندك بقى كريم شانتيه ولا حاجة ممكن تحطي. وننزل عليه كمان صوص كراميل. وده بقى شكله. ثالث مشروب عندي وهو الايس موكا، وده عبارة عن معلقة صغيرة من النسكافيه، معلقتين من السكر على حسب برضو انت بتحبي ايه، ومعلقة من بودرة الكاكاو الخام او ممكن لو شوكولاتة مبشورة، ولبن متلج. هنضرب بقى كل ده مع بعض في الخلاط او في الهاند بلندر عشان كله كده يتجانس مع بعضه. انا بفضل هنا بودرة الكاكاو علشان خاطر بتتضرب كويس مع الخليط ده، مش بفضل الشوكولاتة عشان بتترسب في قاع الخلاط. الكوباية بقى اللي بقدم فيها واعمل شوية حركات كده بصوص الشوكولاتة. انا هسيب لكم وصفة الصوصات الحلوة في صندوق الوصف. وحط بقى مكعبات من التلج والعصير بتاعي ولو عندك بقى كريمة ولا حاجة عشان يبقى شكل الكوباية حلو حطي، مع شوية حركات كده من صوص الشوكولاتة. جميل جدا. رابع مشروب عندي وده ابسطهم هو الاسبانيش لاتيه، وده انا هحط مكعبات التلج، احنا مش هنستخدم هنا خلاط ولا حاجة، واحط لبن ساقع وعندي هنا معلقة كبيرة من الحليب المكثف المحلى. وهنقلب ده بقى مع بعضه وعندي خليط هنا من بودرة النسكافيه متدوبة في معلقتين مية. المشروب ده جميل جدا، بعد فترة بيفصل كده ثلاث طبقات مع بعض. ودي بقى كانت المشروبات الأربعة اللي احنا عملناهم من القهوة المتلجة، الايس موكا والدلجونة كافيه والاسبانيش لاتيه والكراميل فرابتشينو. بصراحة الأربعة أحلى من بعض، مشروبات بقى بجد لذيذة ومنعشة وبتصحصحنا. وبصحة وهنا على قلوبكم.